هي بالموضوع السياسات الصحية هذا السيستم كله سوا في مشكلة، لأنه مرتبط بطريقة معينة وداخل ومعشعش بقلبه الفساد، وبالتالي بيفرضوا علينا أيمتى نمرض وأيمتى ما نمرض وكيف بدنا نمرض وكيف ما بدنا نمرض. يعني in one of the cases, one of the girls, she needed an operation. I think she had a kidney failure or something like that. We weren't able to help her, and at the end, she passed away. مع الأسف. لأنه ما كان في مساعدة بالنسبة لهذا الموضوع. وما كان في حدا قدران يساعده بهذا الموضوع، مع أنه كنا عم نحاول. أكيد في بنات مرضين، في بنات أكثر شيء ما بنقدر نحكمون عم بيموتوا، ما مستشفى ما بتفوتك، هذا كل شيء سبب ما عندنا حماية، migrant workers لو ما عندهم شيء. من بعد تفجير بيروت لليوم نحن عم نتفرج على أشخاص معوقين عم أعيقوا من الانفجار عم بيموتوا واحد ورا واحد. لكن عندنا حماية اجتماعية لا من الدولة ولا من جهة أخرى، إنه بدنا دواء ما عم نلاقي، بدنا مكنة أكسجين ما عم نلاقي، ننطر مريض الكورونا لحتى يبلش يتعافى لناخدها لمريض تاني. كدعم طبي هو طبعا من حيث اللي هم اصلا كانوا بيسجلوا الارقام قليله، فانت لو حتى لو جالك كوفيد الناس كانت بتعديها كبرد، يعني عشان مش حاسين ان في دعم من الدوله. يعني التحيات كانت بفلوس، الناس ما عاش فلوس مش هتعملها، وكان في معظم الوقت مش متاحه، يعني كان لازم تقف طابور طويل عريض تقعد فيه ساعتين ثلاثه. يعني ان البنسلين في الحرب العالميه الثانيه باجبار من الحكومات تم كسر براءة الاختراع وتم توزيع الإنتاج على كل الشركات من أجل إنتاج كمية كافية، ولكن بالنسبة للقاح كورونا تمت مطالبة الشركات بهذا ورفضت بإصرار، وادعت الحكومات أنها لا تستطيع أن تضغط على الشركات إنها شركات ربحية، وهذا خطأ، فقد كان بإمكانها أن تكسر البراءة في وجود وباء، وهذا ليس وباء في بلد ده في العالم. للأسف القطاع الخاص عم يشتغل تجارة بالصحة. على فكرة القطاع الخاص في الدول العربية فشل في توفير الحماية الاجتماعية وفشل في توفير النظام الصحي العادل كما فشلت الدولة. الحماية الاجتماعية مش زيرو، تحت الزيرو. في تعاطي زبائني حتى للأسف بالموضوع الصحي، موضوع طبقي، بينما المطلوب هو تغطية صحية شاملة. الحماية الاجتماعية هي المفروض تكون كرامة وعدالة في إطار الأمبريلا بتاعت المجتمع اللي احنا عايشين فيه.